السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لعاب جزائري، موهبة جزائرية، وهو مازا، ابراهيم مازا الجزائري، وين يدخل التاريخ كرة القدم الألمانية وينتظر التفافة من الفار ان شاء الله بربي. عنده 18 عام، هذا اللاعب اللي كان مبليسي على بالك، لعب هذا كان مبليزي يا بالك، وعاود ولا اول مباراه تاعو دخل دوزيام ميتو ماركا بود. لعب هذا كان مبليزي باش يكون على بالك، هذه لعب هذا وين كان مبليزي، وين دخل اللعب صاحب الاصول الجزائريه ابراهيم مازا، صاحب 18 عام تاريخ كره القدم الالمانيه بعد تسجيله رقم قياسي مزدوج في الدور الالماني الاول والثاني معا، إذ بات أصغر لاعب سجل هدف في مسابقتين الموسم الماضي في البوندسليغا وفي الموسم الحالي في الدور الدرجة الثانية بعد سقوط فريقه هيرتا برلين الموسم المصاري. وسجل المهاجم الواعد هدف التعادل لفريقه يوم السبت الماضي في مواجهة يعني بهدف لهدف لحساب الجولة 23 من الدور الدرجة الثانية الألمانية بعمر 18 عام و92 يوم، في حين كان سجل يوم 27 مايو من عام 2023 هدف في الجولة الأخيرة من الدور الألماني في فوز فريقه على فورسبورغ عندما كان عمره آنذاك 17 عام و 157 يوم، ليكون بذلك أصغر لاعب يسجل في مسابقتين معا، ويؤكد كل يعني ويؤكد كل آمال معلقة عليه في ألمانيا بوصفه أفضل موهبة صاعدة في تاريخ النادي هيرتا برلين، وهو الذي يلعب حاليا للمنتخبات الألمانية للشباب، لكنه يبقى متاح للعب مع المنتخب الوطني مستقبلا إن قرر تغيير جنسيته الرياضية. ماشي إن قرر، ماشي إن قرر، درنا عليكم، درنا عليه العام اللي فات، حط العلم تاع بلاده تاع الجزائر، حط العلم تاع الجزائر، كانوا ناس متحكمين، كانوا ناس متحكمين، وهدرها ولد عمه مصطفى مازا، الماني عارف على ما يعيطولوش، بصح اليوم كل شيء تغير، اليوم كل شيء تغير، هذا اللاعب ابن الجزائر، الأب تاعو ابن الجزائر، واللاعب ابن الجزائر. يعني كل فاكونس هنا بالجزائر، ها راه ولد عمو هدرا، قال لهم كل فاكونس هنا بالجزائر، قال لهم فاكونس يجي يجي مع باباه لهنا الجزائر، لعاب وإن شاء الله بربي يشوفوه في المنتخب الوطني. يعني إلى ذلك وين أشاد المدرب هيرتا برلين، يعني صاحب 47 عام، بنجمه الواعد، وقال بهذا الخصوص إنه يستحق ذلك، يمكن هذا المراهق أن يلعب كرة قدم ببساطة، ودائما يقرر كل شيء بشكل يعني حدث، ويتمتع بدرجة جيدة حقا من الذكاء، مضيف لقد بدأ موهبته في الظهور عندما كان لعاب في الفريق تحت 16 عام، إنه يفعل أشياء لا تصدق بالكرة، وهو لا يشعر بالضغوطات، إنه مميز ومهم، وأوضح يمكنه دائما الاعتماد عليه، إنه جاهز دائما وحاضر أمام المرمى، إنه يتمتع بمهارة عالية في المراوغة. كما حظي مازا بإشادة مدير رياضي للنادي العاصمة الألمانية، والذي قال بخصوصه لقد استقدمناه إلى الأكاديمية هيرتا برلين عندما كان يبلغ من العمر 12 عام، يمكنه تقديم إضافة قوية للخط الهجوم بفضل سرعته وخفة حركته وسيطرته المميزة على الكرة، يمكنه إيجاد الكثير من الحلول الفردية وبالتالي فتح مساحات جديدة لزملائه. وكان مبليسي على بالك أول شوط ما فيش حال ما لعبش، عاود ولا دخله دوزيام ميتو ماركا بود، كان مبليسي لعب هذا اللي كان مبليسي على بالك. والجدير بذلك أن مازا لا يزال قادر على اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي أكدت
مصادر منطبقة وتواجده على رادار الاتحاد الجزائري لكرة القدم والذي يتابعه منذ فترة. ولو أن الأمر يبدو صعب حاليا من المنطق أن اللاعب الواعد يعود من الآمال الصاعدة في سماء كرة القدم الألمانية، يعود عنده دعم هنايا ودعم ديكلاراها، قال لك يلعب في الجزائر، عمو ديكلاراها نورمال. أنا أقول لكم كيف لعب كبير هذا، أنا أقول لكم لعب قيمة كبيرة هذا. شو بيه المولودية غادي تطيح ولا تطلع، غادي تطيح ولا تقعد، عاودي المولودية هما يديرو لها هكا، هما يديرو لها مولودية وهران، عاودي هما يديرو لها هكا، يعني يخلوها باهي تطيح ومن بعد يعاودو منا ومنا ومنا وبلاكو بلاكو والغنا وبلاكو منا، يا صايق ما طيحش، هما المولودية، عاودي نتوما. بس ما فقتوش كي تفيقوا ان شاء الله نخبروكم، ان شاء الله غالب تفيقوا بكري، ما تفيقوش بكري نتوما، انا اقول لك هموات هموات صالح عابر راني نشوف فيها على بالك عندو لقطات تاعو، ديرتو لقطات تاع ابراهيم مازا، ديرها نشوف فيها انايا والله للعاب، كي فين يجيب البوله صاحبي والله ما تأمنا ولعب، والله ما تأمن كيفاش يقلع ولعب. والله لا يدير لقطات تاع بلومي، والله لا عنده واحد اللقطة تاع بلومي على بالك، والله لا لعاب والله لعاب، لا تصح يا شيخ، يا الله غالب
لازم يشوفوا مع هضروك. هذه هي جيب هضروك خويا، كاش قراش كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.